كما نظم أبناء خولان أمسية رمضانية ضمت 5 فروع من أبناء المديرية. قيادة وكوادر المؤتمر الشعبي العام في مديرية خولان بمحافظة صنعاء اجتمعت تحت سقف واحد تلبية لنداء الوطن واستجابة لتوجيهات تنظيمها الرائد. أحق لكم أن تفتخروا بحزبكم وميثاقكم الذي حافظ على الثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة وأوجد الطريق والمدرسة والجامعة والمعاهد التقنية والفنية والسدود والحواجز وغيرها من المنجزات العظيمة. الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم بأي حال مع الأحوال مع التبعية أيا كان شكلها أو نوعها، تعني بمفهومها أن الولاء للوطن هو ولاء لله ثم للناس. لذلك المؤتمر الشعبي العام أينما أدرك مصلحة الوطن اتجه إليها. المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل نهج الوسطية والاعتدال ممثلا في ميثاقه الوطني وبرنامج عمله السياسي التي ساغته كل القوى السياسية والوطنية، يواصل أبناءه أنشطتهم وبرامجهم التنظيمية مشيدين بمواقف الزعيم علي عبد الله صالح وسعيه إلى زرع بذور المحبة والإخاء بين أبناء اليمن. يا أنصار المؤتمر الشعبي العام في خولان في مديرياتها الخمس، لصمودكم ووفائكم العظيم تحية لأعضاء المؤتمر وأنصاره وأنصار الله ورجال القبائل والمتطوعين الثابتين الصامدين في خندق واحد ضد العدوان الظالم على بلادنا الحبيبة. الأمسية رمضان ليست وليدة الساعة، وإنما هي سمة من سمات الأخلاقية والاجتماعية للمؤسس المؤتمر الشعبي العام الأخ الزعيم علي عبد الله صالح. قدمت الجماهير المؤتمرية في خولان الكثير من التضحيات دفاعا عن الوطن المعتدى عليه، وافتدت ترابه الطاهرة بقوافير من الشهداء، وها هي اليوم تعلن تمسكها بحرية واستقلال وكرامة شعبها كثوابت النص عليه الميثاق الوطني، وأثبتت الأيام أنها السلاح الأمثل لمواجهة كل الأخطار والمؤامرات. محمد العنتري، اليمن اليوم. نقل السفير الكوبي في لبنان راؤول مدريغال